خصوص تسمية أزقة تمارة، عاصمة إقليم صغيرة تمارة، بأسماء من الرموز، رموز الوهابية التكفيرية. وقف فريق من الحزب الاشتراكي الموحد ميدانيا اليوم على هذا الأمر، بحي سكيكينا وحي مسرور، حيث وقفنا على أن هذه الأزقة كلها مطلية بأسماء رموز التخلف، رموز الإرهاب، رموز المرتبطين بالوهابية التي أسسها محمد عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، وهذه الحركة العنصرية الإقصائية الإرهابية التي تعتبر لحية في خدمة الأمير، أمير أمراء آل سعود منذ تأسيس دولتهم بالسعودية. ونطالب في الحزب الاشتراكي الموحد، نطالب البلدية، بلدية تمارة التي تسيرها العدالة والتنمية، ونطالب أيضا عامل إقليم صغيرة تمارة ووالي الرباط سلا على أن يدفع في اتجاه إلغاء هذه الأسماء، فهناك أسماء كثيرة يمكن تسمية أزقة تمارة الجميلة بها. هناك شخصيات عالمية ومحلية، هناك شخصيات مثل فولتير ونهرو وروسو والجابري والعروي وغيرهم وابن سعيد وغيرهم، هؤلاء أسماء وطنية أعطت الكثير لهذا البلد. وهناك أسماء أيضا، أسماء الزهور، أسماء الياسمين والأقحوان واللوتس وغيره من الزهور الكثيرة في زمن البؤس الذي وجدنا فيه أنفسنا اليوم. لقد وقفنا أيضا على أن بعض اللوحات قد أزيلت، لا نعرف من أزالها، أزيلت، لكن بقي الكثير منها في هذا الحي الجميل، حي سكيكينا وحي منصور. فرجاء لا تتركونا نحتج على هذا الإجراء الخطير الذي لسنا بحاجة إليه، وندعو السيد رئيس المجلس البلدي والسلطات إلى أن تتحمل مسؤوليتها في هذا القرار الخطير